اوكي، السؤال اللي معانا دلوقتي بيقول لك enumerate the gastrointestinal hormones and describe the release and function of one of them. من الاخر يعني اشرحي الgastrointestinal hormones كويس، نشرحهم. مش عارفة دول بقى بيتحفظ ولا بيتفهموا ولا بيتعملوا، المهم تبرشمهم تغشهم اي حاجة يعني. كويس، طيب خلينا نشوفهم كده، يعني نشوفهم كده مرة واحدة وبعدين نشرحهم بالتفصيل. أول حاجة جاسترين وسوماتوستاتين وكوليسيستوكاينين وسكريتين وجي اي بي اللي هو جاستريك انهبيتري بيبتايد وفازو اكتيف انتستينال بيبتايد في اي بي وماتلين. كويس، طيب خلينا ناخدهم واحد واحد بالتفصيل. الجاسترين من اسمه جاسترين، هيطلع منين؟ هيطلع منين؟ من الجي سيلز في الميكوز اوف ذا ستومك ومن التي جي سيلز. مش فاهم، انت عندك تو تايبس اوف جاسترين، واحد بيطلع من الاستومك واحد بيطلع من الانتستين. فاللي بيطلع من الانتستين اسمه بيطلع من السيلز اللي اسمها جي سيلز، واللي بيطلع من الاستومك وبرده من الانتستين بيطلع تي جي سيلز في الميكوزا اوف ذا ستومك اند سمول انتستين. ولكن خليك فاكر اللي بيطلع من الميكوزا بتاعه الاستومك بس ده صغير 17 امينو اسيد بس، لكن اللي بيطلع من الاستومك بتاعه السمول انتستين ده كبير اكبر 34 امينو اسيد. 34 امينو اسيد، كويس جميل. طيب ماشي شغال، هو لو بصيت هتلاقي ان ده 34 وده 17، يعني ده دبل ده، فحاجه ما تتوهش يعني. كويس، طب امال ايه الاستيمولس اللي طلع لي جاسترين؟ واحد ديستنشن اوف ذا انتريم اوف ذا ستومك، اتنين بروتين برودكت ان ستومك. الجاسترين ده من الجاستريك سكريشنز. كويس كويس، لما الاستومك تشتغل هي بيبقى مع فيها الاكل، تبتدي ان هي تعمل دايجيشن والكلام ده، محتاج ان انا ارش هرمونز. ماشي، فده من ضمن الهرمونات اللي بتترش لما الاستومك تكون هتشتغل. فهي هتشتغل لما يكون فيها ايه الاستيمولس، حصل ديستنشن في الانتريم اوف ذا ستومك. كويس، الفود مال الاستومك. كويس، اتنين بروتين برودكت ان ذا ستومك. كويس، طب خلينا نشوف الفانكشنز بتاعته. طب انت بتعمل ايه؟ انت شكلك مهم على فكره، بتعمل ايه؟ بصي هقول لك من الاخر، هجيب لك من الاخر. انا بشتغل بحيث زي ما اطباء كاتبه لك اهو، ربنا يبارك لهم. بتقول ان هي حاجات تشغل الاستومك. من الاخر انا بشتغل على الحاجات اللي بتشغل الاستومك والحاجات اللي بتخلصني من الوجبة اللي فاتت. ازاي؟ انت اكلت اكلة جديدة فنزلت في الاستومك، محتاج تهضمها، وفي نفس الوقت انت عندك اكلة قديمة في القولون فاكرها، طيب ما دي محتاج تعمل ديفيكيشن. كويس، فانا بشتغل على الجنبين دول. طب هنشوف مع بعض، نقرا، انا مش فاهم منك حاجه، انا عايزه اقرا. ماشي، حاجات تشغل الاستومك، واحد انكريز بتزود الاتش سي ال اند البيبسينوجين، بتزود الاتش سي ال اند البيبسينوجين. ماشي، ما هي كده الاستومك شغاله. طب كويس، وانكريز الجاستريك اند اليال موتاليتي. ماشي، كونستريكشن اوف اللور اسفيجيال سفينكتر عشان الاكل ما يرجعش في الاسوفجس. ماشي، اربعه فازو دايليتيشن اوف الجاستريك اند ميزنتريك بلاد فيسل، بتزود البلاد فلو، ما هو الاستومك شغاله بقى وهتهضم. كويس، خمسه ترافيك افكت جروث افكت، طبعا لازم يكون عندي جروث افكت بقى، انا عماله عايزه اشغل الاستومك ففي ترافيك افكت يعني. كويس، اون ذا ميكوزا اوف ذا ستومك اند سمول انتستين. كويس، طب الحاجات انا بقى عايزه اتخلص من الوجبه القديمه، ما هو هعمل ايه؟ ريلاكسيشن اوف ذا ال يو سي كالس فينكتر عشان الاكل يفضي في الكولون بقى عشان اتخلص منه. كويس، اتنين انكريز الماس موفمنت اوف ذا كولون، الاكل فتحت ال يو سي كالس فينكتر وفضيت الاكل في الكولون، عايزه بقى ازود الماس موفمنت اوف ذا كولون، دي الحركه اللي الكولون بيفضي بيها يعني. ماس موفمنت الكولون، الموفمنت بتاعته اسمها ماس موفمنت. كويس، طب كويس، وبيزود كمان الانسولين والكوليسيستوكاينين والسكريتين، الحاجات دي بتزود افراز البايل سكريشن والكلام ده، ما علينا. وستيميوليت الانتيرو كرومافين، دي بتزود الهستامين وده استيميوليت الاتش سي ال. ماشي ماشي شغال. طب ندخل على اللي بعده، سوماتوستاتين. ده سوماتوستاتين شكله خدناه قبل كده على فكره في الفسيولوجي، شكله انهيبيتوري. كويس، بيطلع منين؟ بيطلع منين؟ بيطلع من الدي سيلز. ستيميوليتد، ايه الاستيمولس بتاعك يا سوماتوستاتين؟ يقول لك انا ستيميوليتد بالاسيد، اول ما اشوف اسيد ما استريحش، انا ما استريحش اول ما اشوف اسيد. ده معناه ان الاستومك بقى لها فتره شغاله، خلاص قربت تخلص شغل، لازم اوقفها بقى، خلاص هتفضلي تشتغلي لحد امتى؟
يبقى هو ستيميوليتد بمين؟ بالاسيدز. كون ان في اسيدز، كون ان طلعت اتش سي ال كتير، كون ان بقى لها كتير عماله تشتغل، كون ان هي لازم تقف بقى. كويس، فالسوماتوستاتين بيطلع من الدي سيلز ستيميوليتد باي اسيدز. كويس، طيب الفانكشن بتاعتك انهبيشن للبارايتال سيلز والتي سيلز والانتيروكرومافين لايك سيلز، كل الحاجات اللي بتستيميوليت الستومك بتوقفها. خلاص على كده انتهينا. كويس، طب ايه اللي بعد كده؟ كوليسيستوكاينين وبنكريوزايمين، الاثنين واحد. ماشي كويس، بتطلع منين؟ بص، كوليسيستوكاينين، كاينين، كولي دي يعني بايل، سيست يعني كيس، كاينين يعني موف، حركة يعني. كويس، طيب ماشي، كوليسيستوكاينين في اي كتير، فهيطلع من الاي سيلز ان ذا ابر بارت اوف ذا انتستين. كويس، ويطلع من النيرفز اللي في الاليوم والكولون والبنكرياس. ماشي، والبرين، طب يطلع في البرين ليه؟ انا مش عارفه بصراحه، اللي عارف يقول لي. طيب خلينا نشوف الفانكشنز بتاعته. واحد، كلمه ابيحه كده لونها اسود، بيقولك it is a كولاجوج. كولاجوج دي يعني حاجة ديريتكس، مدرة، مدرة، مدرة لإيه؟ مدرة للبايل، بايل سكريشن، بيطلع البايل من الجول بلادر. كويس، طيب ما احنا عارفين ان البايل بيبقى متخزن في الجول بلادر، وقت ما طلعه حب طلعه طلعه بالكوليسيستوكاينين. كويس، طب واحد الفانكشنز بتاعته، واحد it is a كولاجوج، it cause contraction of the gall bladder and the relaxation of the sphincter of Oddi. كويس، عشان افضي. ماشي، طب كويس. تاني حاجه، increase pancreatic enzymatic secretion. مش بس كده على فكره، ده بيجي سؤال في الام سي كيو يقول لك ان الكوليسيستوكاينين بيزود ايه؟ البنكرياتيك انزيماتيك سيكريشن. كويس، لان في اخوه سكرتين، بس السكرتين هنشوفه هنقوله تحت. سكرتين كل اللي يهمه ان هو لو لقي الدنيا فيها اسيديتي بيطلع الالكالاين سكريشنز بتاعت البنكرياس، ده كل اللي يهمه، لكن ده بيزود انكريز البنكرياتيك انزيماتيك سكريشن. فالاثنين اصلا تلاقيهم بقى الحاجات الوظيفه اللي تحت دي متشابهه. يقول لك ديكريز الجاستريك موتيليتي اند سكريشن، انكريز الاكشن اوف السكريتين. ماشي، الاثنين بيزودوا شغل بعض. ماشي، وخمسه تروفيك افكت اون بنكرياس. ماشي، عامه الحاجات اللي لها ستيمولاتري افكت بيبقى لها تروفيك افكت. كونتراكشن اوف ذا بايلوريس اوف سفينكتر، عشان الاكل ما يرجعش للاستومك. كويس، ماشي، كويس قوي. طب نقرا مع بعض عشان الحاجات دي محتاجه حفظ. ماشي، it is a كولاجوج، it causes contraction of the gall bladder and relaxation of the sphincter. ماشي، of Oddi. ماشي، 2 increase pancreatic enzymatic secretion. 3 decrease gastric motility and secretion. 4 increase action of secretin. 5 trophic effect، trophic effect on pancreas. 6 contraction of the pyloric sphincter. كويس قوي، ناخد السكريتين اهو برضو. S cells in the upper part of the small intestine. مش هتلخبط، S مش هتلخبط، كوليسيستوكاينين بيطلع من الاي سيلز، يبقى ده S cells in the upper part of the intestine. بتعمل ايه يا سكريتين؟ هيقول لك واحد it is a choleretic، choleretic ده كولاجوج وده كولاريتك. مش فاهم ايه الفرق ما بين الكلمتين. الفرق ان الكولاجوج ده مدر، وانما ده كولاريتك مفرز. يعني ايه مدر مفرز؟ يعني ده مفرز يعني بيزود السكريشن. كويس، انكريز السكريشن بتاعه البايل من الليفر، لكن ده مدر، هو مش بيزود بس، هو بيفضي 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 البايل من الجول بلادر. زي بالظبط شغل الاكسيتوسين والبرولاكتين، واحد بيصنع وبيزود، واحد مدر بينزل. فهمتوني؟ طيب كويس، يبقى فهمت الفرق ما بين كولاجوج وكولاريتك. دي ده مدر بينزل، وده بيزود السكريشنز ويفرزها. كويس، طب كويس، is a choleretic increase secretion of the bile from liver increase pancreatic alkaline secretion. ده كل اللي يهمه ان هو يزود الالكالاين سكريشن. كويس، طيب تالت حاجة decrease the gastric motility and secretion increase the action of CCK trophic effect on pancreas. نفس الكلام، contraction of the pyloric sphincter. كويس، ندخل بقى على بعضهم. gastric inhibitory peptide GIP، gastric inhibitory peptide
جي اي بي بيطلع منين؟ بيطلع منين؟ من الكيسز في الابر بارت اوف سمول انتستين. طب وظيفتك ايه هي؟ جي اي بي اللي بتطلع من الكيسز اللي في الابر بارت اوف سمول انتستين. ده انا وظيفتي ان بزود الانسولين. انسولين انت مالك بالانسولين؟ مش عارفه، بس هو يقول لك ان هو انكريز الانسولين سكريشن، وعشان كده بنسميه اللي هو الجي اي بي، يعني بنسميه ايه؟ جلوكوز ديبندنت انسولين انزيلينوتروبيك بيبتايد. كويس. تاني حاجة decrease الجاستريك موتاليتي اند سكريشن، ما هو ده اصلا انهيبيتوري. يلا قيم. ماشي ماشي، يعني انت بتزود حاجة وبتقلل حاجة، بتزود الانسولين مش عارفة انت عملتها ازاي، جلوكوز ديبندنت انزيلينوتروبيك بيبتايد وتقلل الجاستريك موتاليتي اند سكريشن. كويس. طب خلينا ندخل على اللي بعده، فازو اكتيف انتستينال بيبتايد في اي بي. ماشي، طالع منين؟ يقول لك النيرفس في الجي اي تي. عدي الفانكشنز بتاعتك ايه، بتعمل ايه هي في اي بي؟ هقول لك انا بزود انكريز الانتستينال سكريشن اوف الميه والالكترولايتس. دي اول تصدق، ما شفتش حد عمل كده قبلك، يعني انكريز الانتستينال سكريشن من الميه والالكترولايتس. كويس. انكريز الاكشن اوف الاسيتايل كولين اند سليفري جلاند. انكريز الاكشن اوف الاسيتايل كولين اند سليفري جلاند يعني بتزود السكريشنز بتاعت السليفري جلاند يعني. كويس. ما هو الاسيتايل كولين اللي رايح يدي سليفري جلاند باراسمباثيتك. ماشي. تالت حاجه ديكريز الجاستريك اتش سي ال. ماشي، شغل الى حد ما. 4 ريلاكس اوف الانتستينال سموث ماسل اند سفينكتر. 5 دايليتيشن ذا بريفيرال بلود فيسلز. كويس. ماشي، اخر واحد معانا موتيلين. موتيلين ماشي، موتيلين موتيلين من اسمه ممكن بندلعه نقول له يا ما. ماشي ما علينا. طيب بيطلع منين؟ بيطلع تقريبا من المخ والانتروكرومافين in the stomach and the small intestine colon. كويس. موتيلين ده من اسمه موتيفيشن، شكله كده يعني تحس ان هو بيديك موتيفيشن. كويس. فعشان كده الفانكشنز بتاعته، واحد contraction of the small muscle of the stomach and the small intestine. اتنين the major regulator of the MMC. ايه ال MMC دي؟ ال MMC دي يعني migrating motility complex. احفظها ازاي دي؟ migrating motility complex دي حركة من ال small intestine بتتحرك بيها. ماشي، احنا عارفين عندنا بقى حركات كتير، ما هو الواحد هيزوق الاكل ازاي؟ ما هو كلها حركات peristalsis و mass و كتير. ف ارضى ب MMCD migrating motility complex. كويس خالص. يبقى الموتيلين، الموتيلين يعمل ايه؟ contraction of smooth muscle of the stomach and small intestine. اسمه موتيلين، تحس ان في motivation فهيعمل لك contraction of the smooth muscle of the stomach and small intestine. تاني حاجة the major regulator of the MMC اللي هي حركة من الحركات بتعملها الانتستين، ما هو اصلا يعمل contraction of the smooth muscle بتاع الانتستين. كويس خالص.